نادي الشباب العالمي هو أنا ماسكة المبادرات الوطنية فيها. دوري أني أنا أسلط الضوء على المواطنين المبتكرين والمخترعين، وأقوم بإشراك المجتمع في مبادراتنا اللي نقوم بها. يعني مبادراتنا بشكل عام كلها موجهة للمجتمع، من وإلى المجتمع. والله شوف، أنا يعني ما أخفيك، يمكن أنا أول مرة أطلع لخيمة رمضانية هالسنة. أما السنوات اللي طافت بلا كذا خيمة رمضانية، ولكن ما يميز المجلس وجود المواطنين بكثرة. يعني يمكن هذه أنا افتقدتها في كذا مجلس، لكن اليوم في مجلس دبي التجاري بالعكس كان الحضور جدا جميل، الأجواء جميلة، الأجواء الرمضانية الروحانية هذه كانت موجودة. عندك المقبلات اللي شفناها الإماراتية، يعني ما زال الجو إماراتي تراثي، قدم كل ما هو جميل ويمتاز فيه المطبخ الإماراتي. هي نعم، لا يعني أنا يمكن هذا اللي لفت انتباهي، وجود المواطنين في أكثر من المجالس الأخرى. يعني اللي شفته اليوم كان شيء يعني جميل، ما حسيت إني أنا قاعدة أفطر برا بيتي. هذا الجو العائلي اللي فيه كان حلو، مع أنه هو كان جو عمل وياي أنا أصلا مخصوص للعمل، ولكن الجو العائلة كان موجود. ما شاء الله الخدمة، لا بالعكس كان فيها خصوصية. المأكولات قلت لك متنوعة لذيذة، يعني يمكن هو من كذا مطبخ، لكن الأكل الإماراتي بعد كان حاضر. يمكن أنا أفتقد العيوش الإماراتية، هذه مش موجودة في كل المجالس. نادر ما تلاقي العيش الإماراتي الصح، فاليوم اللي تذوقته، مع أنا كنت خايفة أني أتذوق، لكن يوم تذوقته بالفعل روعة. مرت كذا مناسبة، أولاً توني مخلصة امتحانات الفاينل، فطلعت النتائج ولله الحمد، فالله يبارك فيك. وأشكر لفتة رئيس النادي أن ذكر هاي الشغلة وبارك لي عليها. احتفل فيني بوجود متطوعينا وزملائي اللي دائماً هم الدعم الأول لي، ودائماً أقول لهم أنا بدونكم لا يمكن أن أنجح في أي عمل أقوم فيه، فحتى اليوم ما كان راح يكتمل لو هم موجودين معنا. وطبعاً نرحب بضيوفنا اللي كانوا متواجدين اليوم، كذا شخصية شرفتنا في هذا الإفطار الجماعي، ونشكر طبعاً رئيس النادي على هذه اللفتة الجميلة. وإن شاء الله الله يعود علينا كل سنة وكل حول يا رب، ونحن مع بعض من نجاح إلى نجاح. وفي نفس الوقت حبيت أشكر تواجدكم الجميل في هذه الأمسية الرمضانية.